في ألاباما سيد جي جريج أبوت حاكم ولاية تكساس قال إن الولاية ستواصل ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودها الجنوبية والدفاع عنها. هنا هل الحكومة الفيدرالية انتهكت الاتفاق بين إدارة البيت الأبيض والولايات بشأن اتفاقية الحدود؟ هل بالفعل من حق تكساس أن تمارس هذا الحق الدستوري؟ شكرا جزيلا بداية على هذه الدعوة الكريمة. من وجهة نظري هذا سؤال في غاية الأهمية. كل ولاية لها حرسها الوطني الخاص، وفي هذه الحالة تكساس يمكن أن تستخدم الحرس الوطني لتكساس في حالات الغزو أو العداء الصريح، ولكن تكساس لم يتم غزوها بشكل صريح، فبالتالي وفقا للدستور ليس لتكساس الحق في استخدام القوة العسكرية بهذا الشكل. على المستوى السياسي أعتقد أن الضيف الأخير كان على حق تماما بشأن هذا الانقسام بين الحزبين، وربما تكون هناك استغلال لهذه الأزمة للحصول على مكاسب بالقرابة من الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وأيضا لابد من الوضع في الاعتبار دعم تكساس للطريق الصحيح، فبالتالي بغض النظر عن الخلافات بين الرئيسين المرشحين فالحكومة الفيدرالية ولديها حاكم ديمقراطي لابد أن يتسق قراراته مع القرارات الكونغرس والبيت الأبيض. وفي حقيقة الأمر هذا يعتبر أمرا سياسي ومبالغة سياسية بشأن هذا الانقسام أو الانفصال في الولايات المتحدة، ولكن الإشكالية الرئيسية أننا ليس لدينا القدرة على التحدث مع بعضنا البعض من خلال هذا الانقسام، وبالتالي كانت هذه الأزمة ليست لمصلحة أحد أو لن تؤدي بالطبع إلى حرب أهلية أو صراع عسكري، ولكن هو تمثيلا للتجزؤ في الحياة الأمريكية وكم نحن منقسمين في مجتمعاتنا. في كل مرة هناك بعض الاختلافات في التوجهات وفي التوقعات، وهناك الواقع مختلف، وبذلك نحن نكون أقل قدرة على إيجاد حل. والمشكلة الأساسية هناك مشكلة حدود بالطبع، وإذا ما كان لديك قوة كبيرة يمكنك حماية الحدود، ولكن المشكلة الأساسية للحكومة الفيدرالية هي لديها طريقة في حماية الحدود، ولكن مع مرور الوقت تظهر بعض الفشل، وهناك طرق أخرى تثبت نجاحها، وهناك كثير من الانتهاكات واختراقات الحدود. فالتساؤل الحقيقي هل من الأفضل للولاية أن تقدم بنفسها الأمن اللازم للحدود الذي لم تتمكن من تقديمه الحكومة الفيدرالية؟ وبشكل تقني الحكومة الفيدرالية لديها هذه السلطة، وأيضا المحكمة القضائية العليا أصدرت قراراتها وهي الحاكم النهائي بشأن تطبيق الدستور بغض النظر عما تتخذه بعض الأطراف من أفعال مخالفة لذلك، فبالتالي هذا من أجل حماية حياة الأمريكيين بشكل عام. يفعل ما يقره عليه الوضع الراهن لحماية شعبه. طيب حتى الآن وضحت الإجابة سيد جي